إذن أغذية الشتاء الأكثر فائدة موضوعنا الآن مع ضيفنا الكريم خبير التغذية العلاجية الدكتور محمود الشيخ علي. دكتور أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح الخير لك ولكل المشاهدين الأعزاء. إذن دكتور يحتاج الإنسان مع قدوم فصل الشتاء لنظام غذائي قد يختلف عن باقي فصول السنة حتى يساعده على مقاومة الأمراض خاصة نزلات البرد، أبرز وأشهر الأطعمة التي يمكن أن يقبل الإنسان عليها؟ هو يعني فصل الشتاء ممكن نسميه هو الفصل الكاشف للحقيقة. يعني أنت على مدار ثلاث فصول عايش براحتك وتأكل كما تريد وتعيش كما تريد، فبيجي فصل الشتاء هو اللي بيكشف هل أنت خلال الثلاث فصول اللي فاتت أو خلال التسع شهور اللي فاتت هل أنت كنت ماشي على نظام صحي ولا، يعني الثمن بدك تدفعه في فصل الشتاء. ليش؟ لأنه في فصل الشتاء بحد ذاته مرتبط ببعض الأمور منها الأمراض. لأنه مرتبط ببين هل مناعتك قوية ولا لا، مناعتك ضعيفة معناته أنت أكثر إصابة بأمراض الشتاء. دكتور عمل تراكمي طبعا، عشان بقول لك ست شهور وقاعدين أو تسع شهور وقاعدين أنت بتدفع الثمن الآن. هل خلال تسع شهور كنت بتاكل أكل صحي، بتمارس الرياضة، حياتك منيحة، راح تكون مناعتك قوية. إذا فصل الشتاء مرتبط بالأمراض المناعية التي تحتاج إلى مناعة قوية مثل الإنفلونزا والرشح وإلى آخره من الأمراض. أيضا فصل الشتاء مرتبط بمرض نفسي اسمه اكتئاب الشتاء. فصل الشتاء مرتبط عندنا بزيادة الوزن والكسل والخمول. ولكن هذا ارتباط ذهني أو تفكير إحنا تعودنا عليه، لكن بإمكاننا أن يتحول، بإمكاننا أن نحول فصل الشتاء إلى فصل الصحة وفصل مميز عن باقي الفصول. السؤال هنا كيف؟ كيف؟ أول شيء يجب أن تعد العدة، تمام؟ من خلال الأشهر السابقة نكون أكلك جيد، ولكن نفترض أنه إحنا الآن مقبلين على فصل الشتاء. كمان في فصل الشتاء فيه له أكل مميز وفيه له أكل خاص. سبحان الله لو جينا ننظر إلى النباتات أو الأكل في فصل الشتاء، الأكل الطبيعي هو بحد ذاته مفيد لفصل الشتاء، حتى على مستوى الأكل أو حتى على مستوى النباتات الطبيعية اللي بتطلع بفصل الشتاء. على سبيل المثال أكل الشتاء اللي إحنا تعودنا عليه، الخبيزة، الحمصيص، الملفوف، الزهرة، الخضروات بشكل عام، هذه جسم يحتاجها في فصل الشتاء. حتى فواكه الشتاء مميزة لأنه معظمها غني بفيتامين سي، غنية بنسبة كبيرة من الماء، لأنه إحنا ما بنشرب مية، فالله سبحانه وتعالى بعوض هذه الماء بنفس الفواكه. الخضروات تمام، بنفس الخضروات والفواكه. يعني أنت كل البدائل الصحية موجودة عندك في فصل الشتاء، ما عليك فقط إلا أنه أنت تحط خطة غذائية صحيحة أن تتناول فيها هذه الخضروات اللي أصلا كمان حتى رخيصة الثمن. فهيك أنت بتقي نفسك من الأمراض، حتى وأن أصبت بهذه الأمراض بإمكانك أنه أنت تخرج بصحة وعافية. لا سيما أنه إحنا الآن في عنا وباء عالم الكوفيد 19، لازم يكون أنا عندي مناعة أقوى من أي، والحمضيات مدعم طبيعي طبعا غني بفيتامين رخيص سي. الثمن لكن المطلوب مني أنه أنا أحسن النظام الغذائي وأبتعد عن السكريات البسيطة، أبتعد عن الإكثار من تناول الدهون لأنه في الآخر راح تتجمع في جسمي ويصير في عندي سمنة وراح أكون عرضة للأمراض، وأحاول أنه أنا أعتمد بأكلي على البقوليات أو عفوا الحبوب الكاملة زي القمح الكامل، الشعير الكامل إلى آخره، حتى أنه أنا أستفيد صحيا وأبتعد عن الأمراض اللي ممكن تصيبني في فصل الشتاء. جميل. الإنسان أحيانا يبحث عن الأطعمة اللي فيها بيكون دفء، يعني حتى نعرف برد وأجواء تحتاج إلى الدفء سواء في الملابس أو حتى في الطعام. شو أكثر أطعمة اللي فيها إحساس بالدفء وأيضا بتمد الإنسان بالطاقة؟ شوف، هو إحنا في عنا يعني خلل في مفهوم الدفء في الشتاء. جميل. يعني معظم الناس بيعتقد لو أنا شربت كاسة شاي سخنة فأنا راح أدفي حالي، وهذا مفهوم خاطئ. نعم. ليش؟ لأنه إذا كان الأكل ساخن أو بارد في كلتا الحالتين راح أضر جسمي، لأنه حرارة الجسم من الداخل 37. فأنا بدي الأكل يكون دافئ وليس ساخن، يعني مش أنه أنا شربت كاسة شاي ساخنة كتير معناته أنا راح أدفي حالي، بالعكس أنا راح أعمل عسر هضم راح أثر على الجهاز الهضمي سلبا. أنا بحاجة إلى مشروبات هي بحد ذاتها تقدم الدفء للجسم وتمدني بالطاقة. إذا مثلا بنحكي على مستوى المشروبات، أن القرفة مثلا مدفئة لأن من المشروبات الحارة، عندنا الزنجبيل من المشروبات الحارة ومدفئة، عندنا مثلا البهارات تعتبر مدفئة تحديدا فلفل الشطة. السحلب شو تقل شو جيد وضعه. نحكي على المشروبات الآن كمأكولات أو كمان كمشروبات عفوا، السحلب
في ميزة رائعة جدا، يعني السحلب عبارة عن حليب ونشا ومكسرات بحد ذاته وجبة متكاملة، حتى للناس اللي بتعمل دايت أو بتحاول تخسس وزنها بإمكانه أن أشرب كأس من السحلب كوجبة، لأنه بيحتوي على مواد التريبتوفان. المواد هذه بتعطي شعور بالهدوء والطمأنينة في فصل الشتاء، عشان هيك كأس السحلب يقاوم اكتئاب الشتاء، لأنه في اكتئاب مقترن بالشتاء، أنه عادة ما فيش شمس فبصير خلل هرموني عندي في الجسم، فبصير عندي حالة من الإحباط والاكتئاب. السحلب يقاوم هذه الحالة. أيضا التلبينة النبوية اللي وصانا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عبارة عن شعير وحليب وربما تكون مخلوطة بعسل، هذه التلبينة بحد ذاتها مدفئة في فصل الشتاء ومريحة للقلب لاحتواء كثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للقلب الموجودة في الشعير. معناته أنه إحنا في أمام قائمة طويلة من الأطعمة والمشروبات بإمكاننا أنه إحنا نستفيد منها، نقوي مناعتنا، ولكن هذا مشروط أنه بدي أحاول أبتعد عن المأكولات للأسف الشديد اللي بيكثر منها الناس من الحلويات والآخرية التي تضر جسمي وتعمل لي مشاكل صحية. حتى من المأكولات المشهورة في الشتاء العدس دكتور. العدس مدرسة بحد ذاته. في شيء بسموه أصفران الفقراء. أصفران الفقراء هو العدس والبرتقال. يعني العدس بحد ذاته هو قيمة غذائية متكاملة، بروتين موجود، كربوهيدرات موجود، فيتامينات ومعادن موجود، فأنت كل القيمة الغذائية موجودة في حبة العدس. نعم. فتناول العدس ومدفئ في نفس الوقت. نعم. بيديك طاقة، لأنه إحنا قلنا فيه كربوهيدرات، وسبحان الله حتى بكون إلى جانبه على السفرة أشياء مفيدة زي البصل والزيتون والجرجير. صحيح. هاي الأمور أعتقد برضو رخيصة الثمن جدا ولكنها مفيدة جدا جدا، وهي يمكن حكمة من ربنا سبحانه وتعالى. بالفعل، يعني إحنا في عنا عادات غذائية كمجتمع فلسطيني من أفضل العادات الغذائية على مستوى العالم، لكن للأسف بدأت يعني تحاصر نتيجة الهجمة من الأكلات الجاهزة والأكلات الغير صحية. زي ما تفضلت فتت العدس، أنت عندك قلنا الخبز بس ياريت يكون قمح عشان الألياف، وعندك العدس وعندك الفلفل لازم نحط، وعندك البصل سواء الأخضر أو الناشف والزيتون والليمون والثوم وأيضا الفجل. هذا بحد ذاته من يتناول الوجبة هذه قليلا ما يصاب بأمراض الشتاء، لأنه أنت بتحكي عن مقويات، يعني نباتات رقم واحد في تقوية جهاز المناعة. كمان يعني الفجل على سبيل المثال هو خضروات الشتاء، تعالج مشاكل الكلى من حصوات ورمل، وهذه حكمة إلهية. يعني ليش الفجل بيطلعش بالصيف؟ لأنه عادة مشاكل الجهاز البولي في الشتاء أكتر. لأنه ما في شرب مية، وبعض أحيان الناس حتى بتكسل تروح على الحمام. نعم. فبيجي فعلا. الفجل على أساس إيش؟ يفلتر الكلى ويطرد السموم ويطرد الحصوات أو الرمل. كذلك نبات الجرس في فصل الشتاء بيطلع، نبات الجرس ممتاز جدا لالتهاب الجهاز البولي ومقوي للمناعة. زي ما قلت لك على مستوى المأكولات والمشروبات، بس ما علي لو أنا أبحث ما هي الأكلات الشتوية. كمان إحنا عندنا زي ما السبانخ مثلا من الأكلات الشتوية، السبانخ رائع جدا بيحتوي على البوتاسيوم وغيرها من المعادن والفيتامينات. عندك الملفوف كما تفضلت، بصيرت نعمله بالبرغل طبعا بدل الرز. الملفوف هو خضار أصلا، يعني أنت بتحكي عن خضار والملفوف ممتاز جدا للناس عندها مشاكل في المعدة. وحتى شوربة الملفوف، أنه أنا أشرب ماء الملفوف للناس عندها قرحة في المعدة، الناس عندها مشاكل في المعدة. فبالعكس فصل الشتاء لمن يريد أن يحافظ على وزنه، لمن يريد أن يقوي مناعته، لمن يريد أن يمارس الرياضة، فصل الشتاء أفضل من الصيف، لأنه في فصل الشتاء وجدوا العلماء أنه كمية الحرق في فصل الشتاء أثناء ممارسة الرياضة أفضل منها من الصيف. أيضا دكتور، الحمضيات بتكون متوفرة اللي خاصة فيها فيتامين سي، هناك من يفضلها عصير، هناك من يفضلها أكل عادي، هل في اختلاف في القيمة الغذائية بين هذين الأمرين ولا كلاهما سيء؟ طبعا أنت لما بتأكل يعني حبة الكلمنتينة ده، نحن بنفضل أنه إحنا نتناول الفاكهة كما هي بعيد عن العصير، لأنه العصير راح تكثف. يعني أنا ممكن أكل حبة برتقال وأشبع، بس هناك ممكن أشرب عصير ثلاث حبات برتقال. تمام. أنا في العصير أخذت الخلاصة فقط، لكن أنا هنا بدي الألياف وجزء من الفيتامينات والمعادن ممكن يضلوا في الختل المتبقي، لكن الأفضل أنه أنا أكلها كما هي حتى أستفيد من كل شيء فيها. حتى اللب الأبيض، زمان إحنا كنا نقشر اللب. صح. على البرتقالة، غلط. اللب هذه قيمة غذائية رائعة، لازم أكل اللب كمان. تمام.
يعني انه انا اقشرها تقشير خفيف حتى استفيد من كل شيء في البرتقاله، وكذلك الفواكه الاخرى. فتناول الفواكه هناك من ياكلها حتى بدون قشرها، مش اللب بدون القشر دكتور. لا وهذا لا، زي ما قلت لك الافضل انه انا اللب الابيض هذا اكله ما ارميه، يعني كانوا اعتقاد زمان انه هذا ممكن يعمل مشاكل. لا، هو وجود اللب مفيد جدا للجهاز الهضمي ويساعدني في التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم. وقس على ذلك بقيه الفواكه، يعني فواكه الشتاء زي الكيوي والكرافوت، البرتقال، الموز برضو يكون موجود. فهذا كله بمدك بطاقه، وبالذات مثلا الموز بمدك بطاقه، وبنفس الوقت له فوائده الصحيه على جسم الانسان، بعيد عن تناول المشروبات المصنعة والمشروبات المضافة عليها أصباغ. يعني أنت تخيل أنت بوكسة كرافوت ممكن يعني يكون سعرها أقل بكثير من أن أشتري المشروبات الغازية، يعني بأصنافها المختلفة. وهنا بس في معلومة يعني يستغل فيها المستهلك، أنه بيجي بيقول لك عصير طبيعي. ما هو العصير الطبيعي؟ العصير الطبيعي اللي أنا بعصره هالجيت، يعني أنا بعصره الآن وبشرب، هذا اسمه عصير طبيعي 100%. دون ذلك فهو مش عصير طبيعي، طالما أنه أنا بدي أقعد عندي شهر وشهرين أنا ما بطل عصير في مواد حافظة، لا ما فيش مجال إلا يكون في مواد حافظة. طبعاً تماما دكتور، اللي بيكسل في الشتاء أنه يشرب المي لأنه بيشعر أحياناً أنه مش عطشان، سبحان الله الصيف بيختلف عن الشتاء حتى في الشعور للإنسان. شو أهمية أنه الإنسان لا ينتبه أنه الجسم بحاجة للماء في كل وقت والتاني؟ وعدم الشعور بالعطش في فصل الشتاء في منه أسباب نفسية، أنه أنا ما بدي أشرب كتير عشان ما أروحش الحمام كتير ودينا بتكون سقعة. وفي عدم احتياج، يعني هو بيشعر لأنه كمال النهار قصير، بس هو بينسى أنه الليل طويل ويحتاج كلها تحتاج إلى عملية فلترة مستمرة. اللي ما بيحب يشرب المية، أنا مش شرط أشرب المية كماء، ممكن أشربها على شكل عصائر، ممكن أشربها على شكل مشروبات، يعني أعمل مثلا كاسة بابونج، كاسة شاي أخضر إلى آخره. هذه المشروبات ما هي في الآخر سوائل، حتى الطبيخ ما هو فيه سوائل، ولكن الامتناع تماما عن شرب الماء، ولازم أتعامل مع الماء كعلاج، لأنه هو بالفعل علاج، لأنه نقص الماء أيضا. أيوة، نقص الماء في الجسم. شوف، الشعور بالعطش هو بداية جفاف، يعني هو بداية مرض، أنا مش لازم أشعر بالعطش. في نفس الوقت في ناس العكس، في ناس بيشرب كميات كبيرة من الماء، بقول لك والله أنا بشرب لترين مية الصبح، هذا كمان عادة خاطئة، كمان ما بدي أرهق الكلى بكميات كبيرة، أنا مسموح لي من 2 لـ3 لتر في اليوم، هدول لازم أوزعهم على مدار اليوم. طبعا مش مي مي، يعني ممكن مي عصير، فاكهة، خضروات، مشروبات ساخنة، هذا هو المقصود دكتور صح؟ صحيح. وهنا على موضوع المية، في اعتقاد خاطئ عند كثير من الناس، بيعتقد انه ممنوع تشرب مية اثناء الاكل لانه بيعمل كرش. هذا معلومة خاطئة، هذا سؤال مهم جدا، يعني خاطئة بالضبط. خلينا انا اسأله بصيغة ثانية حتى ينتبه المشاهد. البعض يقول كما تفضلت انه اثناء الاكل تشربش مي، خليها لبعد الاكل. هذا الكلام يعني في منه ولا لا؟ نحن ننصح الناس بشرب الماء اثناء تناول الاكل، ننصح. ليش؟ وبالذات الأكلات الصلبة زي ما فيها مية زي الكباب مثلا، شو هذا أكلات صلبة. ليش؟ لأنه أنت لما بتاكل عشان تصير عملية الهضم تحتاج إلى وسط مائي، فإذا ما في عندي مية بالأكل معناته راح يأخذ من المخزون، عشان هيك معظم الناس ممكن تشعر بدوخان بعد الأكل. لكن وجود الماء أثناء الأكل أول شيء راح يديني شعور بالشبع، وفي نفس سهولة الوقت هضم. سهولة هضم. إنما نظرية إنه اللي بيشرب مية بيعمل كرش، طب ما هي بيشربوش مية بس عندهم كرش، ما له علاقة. طيب السؤال الأهم، شوربة العدس فيها مية ولا فيش فيها مية؟ زمان وإحنا صغار، يعني أنا شخصيا كنت أقعد 40 دقيقة بعد الأكل ما شربش مية، لأنه هذا اعتقاد كان سائد عندنا، وهذا اعتقاد خاطئ. ما حد فينا فكر طب ما هي العدس فيه مية، طب ما كل الأكل اللي بناكله بيكون فيه مية، الخضروات نفسها فيها مية. تمام، يعني أنا أعمل مثلا صحن طبيخ أكله فيه مية وما شربش مية، لا هذا موضوع خاطئ. ولكن نحن لا ننصح بشرب المشروبات الغازية أثناء الأكل. ليش؟ إن المشروبات الغازية راح تعمل نفخة وراح تعمل لي مشاكل بالمعدة. لكن شرب الماء لا بأس به أثناء تناول الطعام، وهي حالة صحية. نعم، أحد المشاهدين دكتور أخبرنا في رسالة على صفحة البرنامج إنه كان يعاني بشكل متكرر من الإنفلونزا، ولكن دأب على أكل السلطة، الخضروات، السلطة، البندورة، خيار إلى آخره، يعني بشكل يومي في كل يوم، وبعد فترة أصبح لا يعرف للإنفلونزا الطريق على الإطلاق بشكل قاطع. هل هذا يمكن أن يحدث مع الإنسان فعلا؟
أنا راح أحكي لك قصة. وأنا بسنة ثالثة جامعة كان في دكتور درسنا بيوكيمستري كيمياء حيوية. نعم. ولا أنسى نصيحته، قال اللي بيداوم على صحن السلطة بشكل يومي لن يصاب بأمراض. تمام. وأنا من هديك الفترة حتى هذه اللحظة وأنا صحن السلطة شبه يومي، وبفضل الله سبحانه وتعالى إصابتي بالأمراض نادرة جدا، بالذات أمراض الشتاء. ما شاء. هذه معلومة رائعة. ليش؟ لأنه أنت تخيل، وبالذات السلطة الغزوية تبعتنا. نعم. إحنا تراثنا كل شيء تراثنا. نعم. فلفل عين جرادة، عندك قندورة، فأنت يعني تخيل الإنسان بياخد الكم الكبير، زيت الزيتون. نعم. بياخد الكم الكبير من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية المفيدة وإلى آخره، هل تعتقد أن هذا سيصاب بمرض؟ أبدا، إلا إذا قدر الله له ذلك. نعم. لذلك من يداوم على صحن السلطة بشكل يومي لا أعتقد أنه سيصاب بأمراض الشتاء، وإن أصيب سيصاب بشكل بسيط، بتكون مناعته قادرة على قوية، وربما يكون هذا الشخص مداوم على صحن السلطة أصيب بكورونا وطاب منها وما شلم. خيرا دكتور، الوقت فداهمنا، معك مساحة حرة لأي معلومة أخيرة أو شيء من هذه الكنوز الثمينة اللي بنستمع إلها وإن شاء الله الكل يستفيد منها. حقيقة أنا بوجه رسالة لكل المشاهدين الأعزاء عبر فضائية الأقصى، لا سيما أنه إحنا الآن أمام وباء عالمي الكوفيد 19، شئنا أم أبينا ليس لنا إلا تقوية جهاز المناعة، وتقوية جهاز المناعة لا تحتاج إلى مال كثير. كل بيت في العالم يحتوي على بصل وثوم. البصل والثوم هي كنوز وهي مستودعات، وإن شئت قل مصانع يمكن استخلاص منها الأدوية، نتناولها بشكل يومي. نعم. سواء بشكل الخام أو مطبوخة لا بأس في ذلك. الإكثار من شرب الماء، ممارسة الرياضة، النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا حتى نقوي جهاز المناعة، ونحفز الهرمونات الطبيعية التي يجب أن تنشط في 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 وقت في الليل المعين. نعم. أيضا ممارسة الرياضة حتى لو نص ساعة في اليوم، أبسطها المشي راح نقوي المناعة. الابتعاد عن السكر الأبيض وهو السم الأبيض واستبداله بالمصادر الطبيعية مثل الفواكه ونبات السيفيا إلى آخره. الابتعاد عن الخبز الأبيض واستبداله بالقمح اللي هو أصلا تراثنا. أيضا نحاول أن نقلل من الدهون المهدرجة ونستبدلها بالزيوت الطبيعية، وأيضا نقلل منها لأنها تحتاج إلى جهد، مثل استبدالها بزيت الزيتون والزبد البلدي. أعتقد من يحافظ على هذه المنظومة كما كان يفعل الأجداد لا أعتقد أننا سنصاب بهذه الأمراض. نحاول أن نقلل، ما بدي أقول نبتعد، نقلل من تناول المشروبات الغازية والمشروبات المصنعة والمأكولات المصنعة، وبإمكاننا أن نفعل ما نريد في بيتنا. واليوم عالم، يعني اليوم الإنترنت موجود، وبإمكاننا الحصول على مئات الوصفات الصحية. وتتذكر، وهذا رسالة لكل بيت، لكل ست بيت، بدك تعرفي أنه أنت العمود الفقري تبع البيت، أنه أنت المسؤول الأول عن تغذية هذه الأسرة. فلنبحث عن الغذاء الصحي حتى لا نصاب بأي مشكلة أو مرض ونكون عرضة لأمراض الشتاء. سعداء بحضورك كذا دكتور محمود الشيخ علي خبير التغذية، شكرا لك. وحقيقة الزملاء في الاستوديو بيتابعوا هذا الحديث بكل دقة. شكرا دكتور. شكرا، حياك الله.